أقبلنا على أعتاب شهر حزيران فصل الصيف، وبدا هذا العام أشد حرا من العام الفائت، حيث شهدت درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا لم يمر على المنطقة من قبل. ومع هذا الحر والدرجات المرتفعة للحرارة، لا يوجد ما هو أنسب من النشاطات المائية. لذلك فقد ارتأت جمعية الفرات أن تخفف عن الأطفال وطأة هذا الحر، وذلك من خلال تنظيم نشاطات مائية وفعاليات ترفيهية لهم في أحد المخيمات بمحيط مدينة عفرين شمالية حلب. كاميرا الفرات كانت هناك لتنقل لكم فرحة الأطفال وسعادتهم بهذه الفعالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيازيد بيازيد، مسؤول جمعية الفرات بعفرين. طبعا بارتفاع درجة الحرارة ونحن كنا عم نسوي استبيان بالمخيمات، قررنا نعمل فعالية وأنشطة بالمخيمات لأهلنا النازحين، نخفف عنهم عبء الحرارة وعبء العوامل الجوية. طبعا عملنا عدة نشاطات من ضمنها المسابح المائية والألعاب المائية، توزيع بعض الهدايا، مسابقات ترفيهية تعليمية ثقافية، وبالنهاية الحمد لله رب العالمين زرعنا بسمة بوجوه الأطفال وخففنا شوي من معاناتهم، معاناة المخيمات. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اجت لعنا جمعية الفرات لعبتنا وخففت عنا الشوب، واليوم كان الجو كتير كتير شوب والدرجة 30 وصعب علينا شوي، واجوا المنظم جمع الفرق جاي وخففت خففوا علينا وانبسطنا معهم كتير، وان شاء الله علوا يرجعوا لعنا مرة تانية، وشكرا لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اجت جمعة الفرات اجت عملت لنا مسابقة بالماي، وزعوا لنا ألعاب ونفيخات وأكلات، والله يجزيهم الخير والله يعطيهم الأجر والثواب مثل ما فرحونا، والله يدخلنا الجنة إلهي، وإن شاء الله الله يبعث لنا أيام حلوة والسلام. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.